يعني بيني وبين حضراتكم برضو لما هتشوف مباراة زي المغرب وبنين هتختار مين من غير ما تفكر؟ هتختار مين؟ المغرب. أوغندا والسنغال مباراة صعبة بالمناسبة، والمنتخب الأوغندي كنت الحقيقة مع بعض الصحفيين الأوغنديين وكلمت معاهم عن المباراة القادمة، يعني مباراة منتخب السنغال ضد منتخب أوغندا. الكل وبيتكلموا وهم حاسين أو هم واثقين جدا من نفسهم، وحاسين ان هم ممكن يتأهلوا لدور الثمانية، حاسين ان هم ممكن يقصوا السنغال أو يقصوا السنغال، واحدة من أهم وأفضل الفرق الموجودة في أفريقيا وصاحبة الترتيب الأول في التصنيف الإفريقي. وبالتالي أوغندا والسنغال مباراة صعبة جدا، ولكن السنغال هي الأقرب من وجهة نظري إلى الوصول إلى دور الثمانية. أما مباراة نيجيريا والكاميرون، بناء على ما رأيناه من مستويات للفرق أو للمنتخبات في دوري المجموعات، من وجهة نظري أن الكاميرون من الممكن جدا جدا ان هي تصعد على حساب نيجيريا، لان نيجيريا حتى الان لم تظهر بالمستوى المطلوب. مصر وجنوب افريقيا، زي ما قلت لحضراتكم من وجهه نظري ان الثلاث مباريات دول انتهوا، خلاص الثلاث مباريات دول انتهوا، وبالتالي مصر ستواجه جنوب افريقيا بشكل مختلف تماما. ثقتي كبيرة جدا جدا في كل اللاعبين، عندنا 23 لاعب كلهم أفضل من بعض، عندنا 23 لاعب كلهم إن شاء الله سيتألقوا، ال 11 اللي هيلعبوا وبقية اللاعبين اللي موجودين على دكة الاحتياطي أنا متأكد إن هم سيظهروا بالمستوى اللي مأمول منهم، لأن هو ده أو هو ده اللي إحنا مستنيينه من منتخبنا الوطني. هو ده اللي إحنا مستنيينه من منتخبنا الوطني. مباريات يوم الأحد، مدغشقر والكونغو، هي مباراة صعبة ومباراة متعادلة الكفة، ولكن حتى الآن مدغشقر بتقدم مستويات رائعة. الثلاث مباريات اللي لعبتها في دوري المجموعات بتقدم مستويات رائعة، ولكن لا نغفل أن الكونغو جاية من بعيد جدا جدا جدا. أول مباراتين هزيمة 2-0 و2-0، ثم كسبت المباراة الأخيرة أمام زيمبابوي واستطاعت أن تصعد بثلاث نقاط، ثاني أو ثالث أنا آسف أفضل توالد في المجموعة الأولى. وبالتالي الكونغو برضو يجب الحذر منها، ولكن الأقرب من وجهة نظري على حسب المستويات اللي احنا شفناها في المجموعة الأولى أو أنا آسف في المجموعات كلها، مدغشقر هي الأقرب إلى الدور الثمانية. الجزائر وغينيا، الجزائر طبعا، الجزائر أو منتخب الجزائر عنده فريقين الحقيقة، الناس كلها اتكلمت عن هذا الموضوع وقالت انه المنتخب الجزائري امبارح غير تقريبا 9 أو 8 لاعبين في التشكيل الاساسي اللي كان بيلعب بيه في المباراتين الاولتين. في المباراه الثالثه امبارح غير تقريبا 8 أو 9 لاعبين. المنتخب الجزائري عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين، عنده 23 لاعب اقوياء جدا جدا جدا، وبالتالي الجزائر اقرب الى الوصول الى دور الثمانيه، اقرب بكثير الحقيقه من المنتخب الغيني. مالي وكوت ديفوار برضه مباراة صعبة جدا، الاثنين 50-50. مالي على المستوى اللي شفناه وكوت ديفوار على المستوى اللي شفناه، الاثنين 50-50، والاثنين بالمناسبة عندهم معظم الأهداف اللي جابوها تصويبات من خارج منطقة الجزاء، وبالتالي هنشوف مباراة تصويبات في هذه المباراة. المباراة الأخيرة غانا وتونس، الحقيقة الاثنين لم يقدما المستوى المأمول منهم سواء غانا أو تونس، والكفة أيضا متعادلة. اليوم الأخير اللي هو يوم الاثنين يوم 8 هيبقى يوم أعتقد أنه هيبقى متعادل، هيبقى صعب جدا نقول مين اللي هيوصل ومين اللي مش هيوصل، وبالتالي مباريات صعبة جدا ومباريات مهمة جدا. هنتفرج ابتداء من يوم الجمعة والسبت والحد والاثنين على 8 مباريات من وجهة نظري هتبقى مباريات قوية جدا جدا جدا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. هنتكلم فنيا أكتر عن مواجهات دور الستاشر، وهنتكلم فنيا أكتر عن منتخبنا الوطني، ولكن خلينا زي ما اتفقنا مع حضراتكم أو زي ما تعودنا مع حضراتكم إن احنا نبدأ دائما بأخبار منتخبنا الوطني. النهاردة مهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أقام مؤتمر صحفي للرد على أسئلة الصحفيين. مهندس هاني أبو ريدة قال إن روسيا نظمت المونديال في 8 سنوات وحققنا إعجازا بتنظيم الكان في 4 شهور. بالمناسبة ده شيء المهندس هاني أبو ريدة بيشكر عليه جدا 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 هو واتحاد الكرة بالكامل. خلينا برضو نعترف بالفضل لكل صاحب فضل، وإن شاء الله يعني برضو النهاردة هيكون عندنا فضل آخر، محمد فضل هنحاول نجيبه على التليفون النهاردة برضو. يعني الحقيقة يجب أن نهنئ أنفسنا ونهنئ
محمد فضل بهذا المستوى الرائع من التنظيم اللي الكل بيشيد بيه. ومحمد فضل لما بنهني محمد فضل احنا بنهني كل المنظمين، كل المنظمين على الذين قاموا على هذا الموضوع، كلهم ناس عملوا شغل كبير جدا وشغل مهم جدا. هنتكلم اكتر عن هذا الموضوع ولكن بعد قليل. ايضا المهندس هاني ابو ريده قال ان مصر بتعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021 من خلال الخبرات والتنظيم، ومصر لن تتأخر عن دعم أي دولة إفريقية. أشار أيضا أبو ريدة إن مصر تدخلت وطلبت استضافة البطولة رغم ضيق الوقت للحفاظ على سمعة الكاف وعدم تأخير البطولة رغم أن الوقت كان بسيطا. طيب لما الصحفيين سألوا المهندس هاني أبو ريدة عن نظام التذاكر، قال إن نظام التذاكر هدفه الأساسي هو سلامة الجمهور، وجاهزين لاستضافة أو جاهزون لاستضافة سوبر أوروبا. قال أيضا إن المهندس هاني أبو ريدة قال إن بيع تذاكر البطولة كانت له قواعد واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلبت مجموعة من التذاكر، مشيرة إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، وده شيء واضح جدا للكل. قال أيضا المهندس هاني أبو ريدة أن من السهل فتح المدرجات والملاعب للجماهير، ولكن خوفا على الضيوف لا يتم ذلك حرصا على سلامة الجماهير. قال أيضا أن التقصير من جانب الجماهير وليس من جانب اللجنة المنظمة. أنا كان نفسي الحقيقة في النقطة دي تحديدا أن أنا أكون موجود وأتكلم مع المهندس هاني أبو ريدة في هذا الموضوع، لأنه يعني إيه التقصير من الجماهير؟ دي نقطة بالنسبة لي مش واضحة، يعني النقطة دي بالنسبة لي مش واضحة. لماذا اتهم المهندس هاني أبو ريدة الجمهور بالتقصير؟ يقول لنا بس يعني لو المهندس هاني أبو ريدة عنده مثلا أن الجماهير عندها مشكلة في الحتة الفلانية أو في الموضوع الفلاني. بالمناسبة كلنا بما فيهم الناس كلها عاملة الفان اي دي وبنشتري تذاكرنا من على تذكرتي، من على الموقع الرسمي لتذكرتي. فبالتالي أين التقصير من الجمهور؟ عايزين نعرف فين التقصير اللي من الجمهور علشان نعرف نقوله للناس، نقول احنا مقصرين كجمهور في كذا وكذا وكذا، ونخلي بالنا الفتره القادمه، لان الدوري والكاس في الفترات القادمه ان شاء الله سيكون من خلال برنامج تذكرتي. فقولوا لنا ايه التقصير يا جماعه علشان نقدر نتفاداه، نقدر انا كراجل هنا بشتغل في قناه النادي الاهلي اطلع اقول لجمهور النادي الاهلي يا جماعه خدوا بالكم ان في تقصير حصل في من الجمهور في كذا وفي كذا وفي كذا، بس احنا الحقيقه مش عارفين ايه التقصير اللي حصل من الجمهور، ونتمنى المهندس هاني ابو ريدة يوضح هذا الموضوع علشان نحاول ان احنا نقول للناس ايه التقصير اللي حصل من وجهه نظر المهندس هاني ابو ريدة.